واحنا صغيرين كان ابويا يحرص تماما ان احنا نبقى متواجدين عند عمتي اللي ساكنه في شارع الازهر عشان نشوف كسوه الكعبه في المحمل. كنا نعرف ان ايه المحمل، كناش نعرف بيشيل ايه يعني، لكن هو شرح لنا وقال لنا ده بيودي كسوه الكعبه كل سنه، فكنا ننزل نقف في الشارع عشان نسقف للمحمل وهو معدي. فانا ده يعني في الذاكره من وانا طفله، وكنت لما كبرت بقى ورحت حجيت وعملت عمره بقيت احسس على القماش، فاهمه ان احنا اللي عاملينه المصري. بس انا اتفاجئت النهارده وعرفت انهم دلوقتي ما بيتعملش هنا، بيتعمل هناك، لكن ما فيش اجمل من ده. يعني صناعه يدويه دقيقه جدا، عظيمه جدا، ربنا يخلي اللي عملها ويسعده وتستمر، وان شاء الله تتعمل في حاجات تانية. يعني يتعمل حاجة على باب مسجد، حاجة في الحسين، يعني ده محتاجين الحاجات دي. الفنانين اللي لسه شغالين في الفن ده تقول لهم ايه رسالة بقى؟ اقول لهم تسلم ايديكم، عاملين فن نادر وكل العالم شافه قبل كده، قبل ما يتغير النظام العالم كله كان بيشيد بيه وبيتكلم عنه، وكان يوم غسل الكعبة وتركيب الكسوة الجديدة كان يوم عيد عند السعوديين نفسهم. فتسلم ايديكوا وربنا يديكوا الصحة وطولة العمر عشان تفضلوا تعملوا لنا أعمال جميلة جدا.